واليوم اخترنا يكون معنا ضيف صوته بياخد العقل. أكيد فارس أحمر اختلط صوته بصوت حضارة وثقافة حلب لتنخلق رسالة سلام وحب من الشهبة. كثير من الحفلات والمهرجانات شارك فيها وخطط ومشاريع جديدة رح نحكي عنها لليوم. يسعد صباحك. صباحك مصر خير. فارس صباح شاشة الأخبارية السورية. صباح الخير ليا. أهلا. صباح الخير زينب الغالي. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا حلب. ميرسي. أكيد منورة بأهلها. يعني اليوم نحن بصادف الذكرى الثانية على انتصار شرف حلب. لنا السنة الماضية كمان كنا معكم، هذا شرف لنا. الله يخليكم. إن شاء الله سوريا كلها منتصرة وكل أعياد كل أفراح ومناسبات والناس هيك ترجع البسمة لوشها بهمة جيشنا وقائدنا. نوجه لهم تحية كبيرة بهاليوم العظيم. أكيد فارس. يعني بنبلش هيك نصبح يلا على العالم. رح يلا رح تعطيك المايك. معك المايك. معنا المايك. يلا سكرنا لك الراجع. اوكي بدك يا يلا سك. كل شي حنين انقال شهبة غرامك غلب البعد موال المحبة عجب لأجلك أنا غنيت ولأهلك أنا غنيت لأجلك أنا غنيت ولأهلك أنا غنيت لأجلك أنا غنيت غنيت لأجلك أنا غنيت آهين من اللي انكتب سطرين فيهن عجب السطر الأول دار بعدي عنك يا دار والتالي كله مرار مبسوط شوفة حلب آهين من اللي انكتب. سعد هالصوت يا فارس. يعني ليا هديك السنة كنا بساحة سعد الله الجابري، هي السنة كان مع فارس أكيد قدام القلعة. خبرنا فارس، شاركت أيضا بمهرجانات عديدة. مهرجان طبعاً. قلعة حلب شو بيعني لك؟ مهرجان قلعة حلب هلأ أنا كان بسبعة تسعة الشهر 2017 كان أول حفلة لي بالقلعة، حفلة خاصة كان في جمهور كبير، كان في صرح كتير حلو، كمان انتصارات الجيش بهذا اليوم كمان هيك كانت يعني تنسقت مع بعضها بنفس اليوم سبحان الله. كان شعور كتير حلو انه انت بعد هالأزمة وبعد هالحرب انه انت تعيشي مرحلة فرح، تشوفي الناس مبسوطة فرحانة جاي بالآلاف لهون، 6000 شخص بالقلعة هون ما شاء الله شنو كيف كان شعور لا يوصف. يعني بتشعري بالفخر ببلدك الغالي، انت واقفة هون بقلعة الشموخ، هي شيء مثل ما بيقولوا يعني مكان تاريخي صرح كتير كبير، شعور جدا دافي وظريف وحلو لا يوصف يعني، وبيرد الروح أكيد. أكيد طبعا. كمان فارس يعني نحن بتواجدنا هي السنة أكيد كتير فرقت حلب ما شاء الله طبعا بهي الهمة وبهي الصمود والشغل على أرض الواقع من أهلية. يعني شفنا الشوارع كيف مزينة مشان الكريسماس، شفنا الناس كيف عم تعمل كافيات وعم تبتكر أفكار. يعني طبعاً. هي الحياة الحلوة، هي العيشة الرائعة بحلب يمكن وبسرعة كتير كبيرة. شعب يحب الحياة لأنه شعب يحب الحياة، شعب سريع بالإعمار، في أماكن كتير نعاد ألقى وتأهيلة وإعمار من أول وجديد بفترات قياسية طبعا بهمة كل مسؤول شريف في بلدنا، وعم بيقدموا شيء كتير كبير، عم بيواصلوا الليل والنهار وكل شيء خاصة بحلب مسؤولين الكبار نوجه لهم تحية جميعا، عين سهرة دائما يعني والله العظيم يعجز اللسان عن شكرهم. هون القلعة، محيط القلعة، الأماكن، منشآت كتير كبيرة، هذا الشيء بيعيد بيخلي الناس تفرح تنبسط تعيش الأمل والتفاؤل بعد هالسنين، هي السنوات الطويلة اللي نحن كنا فيها. فإن شاء الله الخير لقدام مثل ما شايفين. وبكرة كمان احتفالات النصر بكرة بساحة العزيزية، ندعي كل الناس كلها تفضلوا على حفلتي هناك. نعم.
ان شاء الله بنعيش هيك لحظه حلوه وفرحه حلوه وننبسط ومنذكر ايام زمن الجميل والايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني فارس يعني نحن بدنا نسمع شيء عشان ما توجعك ايدك من حمله المايك هيك ساندمتك. لا فيك تحمله هيك عليه هيك بدنا نسمع شيء هيك على ذوقك حلبي. خلينا نعيش اجواء حلب. من حقي افتخر بالشهبه واتغنى ست الحسن كل من زارها تهنى شباب يعدم الايام لو جارت عنا الفرج لو باب عنا الفرج لو باب ونبعات الصبر يا أهل سوريا عنا يا عيوني عروزنا عروزنا كل الهنا فيها وش عملت الروزنا الله يجازيها أنا يا رايحين لحلب حبي معكم راح يا محملين العنب تحت العنب تفاح كل من وليف معه أنا وليفي راح يا ربي نسمة هوا ترد الولف لي عروزنا عروزنا كل الهنا فيها وش عملت الروزنا الله يجازيها لطلع راس الجبل واشرف على الوادي واقول يا مرحبا نسمها وبلادي يا ربي يعود الفرج وارجع لسوريا بلادي وبوس ايدين الاهل والرب يرضى عليا عروزنا عروزنا كل اللي انا فيها وش عملت الروزانة الله يجازيها الله يجازيها حتى طلع لنا هالصوت حلو طيب معلش شوف بالكنترول المطروبين كمان عم يغنوا باذني يعني تفضلوا سريعه رح شيل السماعه ها شلتها وبدنا نضل مع فارس تفضلوا سريعه انا تفضلوا الامر فارس خلينا نحكي عن الفن الحلبي اللي هو دائما منتشر بكل العالم نعم. ومعروف اهل حلب اهل الطرب ولكن لكن اليوم يعني ظروف صعبة مرقت عليكم طبعاً. الناس يلي بقيوا بحلب المدينة كمان يمكن في سنين هي تجمدت من حياة هذا الفنان اليوم فارس كيف عم يشتغل على حاله مشان يوصل لكل العالم كيف عم يعمل أغاني كيف عم يسوق على السوشيال ميديا اللي صار يمكن سهلة وما طبعاً. بدنا إنتاج حدا أنا عم قلك هلأ أنا أكون صريح معك أنا بشكل شخصي من بداية الأزمة لليوم بفضل الله يعني بمحبة الناس أنا يعني ما وقفت شغلي ما وقفت نشاطاتي ضليت مستمر وكله موثق وموجود يعني اوكي يمكن البلد شوي هيك بمرحله ما انوجعت خلينا نقول مرضت بس نحن واجبنا انه شوي نكون يعني نكون حدا نكون موجودين اوكي هلا نحن ما عم نضرب وطنيات بالنهايه اوكي اكيد كل الناس بيجي عروض لبرا وبيجي سفر بس انا من الناس اللي اختاروا يبقوا هون يبقوا ضمن سوريا ما عم قلك بس حلب أنا خلال الأزمة كان عندي عدة نشاطات كتير كبيرة ضمن سوريا بالشام محافظات الأخرى المجاورة طرطوس لادقية هلأ بالنسبة للإنتاج أنا مع فكرة الفن الحلبي اللي هو أساسنا بس مع الفكرة الأخرى أنه نحن اليوم يكون في إنا بصمة يكون في إنا اسم خاص شيء مثل ما بيقولوا مميز عن الباقي لأنه نحن اليوم عم نغني قد الحلبي نحن مقلدين ولسنا صانعين خاصة كان فارس النصوص اللي عم تكتب أو كلمات الأغاني خلينا نقول عم نعم. تكتب لأي تراث عم تكون ما هالمعنى الكبير يعني نحن اليوم كمان لازم نوصل حضارة لازم هذا البلد حفاظ على الكلمة اللي لها معنى وتعيش أكيد. الكلمة اليوم ما بتعيش هلأ نحن عم نتعامل هلأ في أغنية تعاملت أنا هلأ مع شاعر سوريا الكبير شاعر وطن العربي أستاذ صفوح شغالي
غنية طبعا غنية دلع وفرفشة وسوق، يعني ما انه شوي طلعنا عن اغاني، عملنا اشتغلنا وطني اشتغلنا كذا، عم نعمل شيء خاص هلا يكون سبيسيال الناس تحبه. تعاملت مع اكثر من شعراء، نور امير براق من جهله تحيه، جورج حداد من جهله تحيه، في كثير اسماء تعاملنا معها يمكن نسيان منهم كمان صار شيء قديم، في شيء كتبته انا كمان يعني حلو. يعني فينا نسمع شيء خاص فيه؟ لا فينا نسمع شيء خاص وهلا عم يتحضر، هلا قريبا في غنيه، هلا اغنيه استاذ صفوح استاذ مازن زوايدي من جهله تحيه قريبا بالاسواق على الكريسماس او راس السنه. هلا في غنيه ثانيه نسمعكم اياها باعتبار برد، بما انه على الكريسماس رح تنزل يعني ما باقي كم يوم، كم يوم خلينا هيك نفصح عنا على الاخباريه السوريه، شو رايك هيك بشكل خاص؟ اوكي كنا نسمعكم الثانيه نحن كمان وبنفصح عن الثانيه ما في مشكله. طيب ما في مشكله. بطلت حب السمران، بطلت عن هوى السمراء أتوب ولا أكلم الشجران، بطلت وإن شفت شجرة أدوب، السمر كلهن حنان والشعر شرحه كمان، وهن أسياد المكان بيعتلوا عرش القلوب. بطلت هي الافكتات، هي الافكتات، هي كلمات استاذ صفوح، الحان استاذ مازن زوادي، وجه لهم تحيه معنا يعني. ما حدا يزعل بالنهايه، بتزعل بالبدايه بتزعل السمره بعدين بترضى الشقره بعدين يزعل الاثنين. هلا نموذجين سمره وشقره، يعني خلص نحن رضينا الصبايا ما زعلنا. اجاني مسج والله مكذا حدا حنطي هلا بده. طيب فارس يعني بالختام شو بتحب تقول كلمه بمناسبه طبعا انتصار حلب للذكرى الثانيه، تحضيراتك الجديده؟ هلا اول شيء بنقول كل عام وانتم بخير، كل شيء عم يتابعنا عبر شاشه الاخباريه السوريه عبر صفحتي الشخصيه على الفيسبوك والبيج، منقول كل عام وانتم بخير، جيشا وشعبا وقائدا، وان شاء الله النصر، نحتفل مو بس بنصر حلب، نحتفل بنصر سوريا كلها وقريبا هذا الشيء ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وافراح تتم على مدار السنه وهذا شرف لنا نحن، ومستعدين نشارك مره واثنين وثلاثه ومليار، لانه هي بلدنا نحن، واجب هي قدمتنا كثير وخلتنا نكبر ومثل ما بقولوا نترعرع فيها، نحن كمان لازم نقدم لها. الجديد هلا نحن اكيد جديدي خاص، هلا قلت لك في غنيه هلا على الكريسماس او راس السنه، وبتعرفي حفلاتنا هلا هون بحلب وراس السنه بلادقيه ويعني نشاطات حلوه يعني ولعانه بكل المحافظه الحمد لله. هلا عندنا فول من هون لبعد راس السنه، وبكره الحفله الاهم والاحلى والاقوى على قلبنا، ساحه العزيزيه، ساحه العزيزيه، ساحه الفرح بعد زمان طبعا طبعا. هنن يعني عصفورين بحجر واحد، وشيء مشرف لنا انه شجره الميلاد بكره راح تضوي، نفتتح شجرة الميلاد متزامنة مع يوم النصر، هذا إنجاز كتير كبير صحيح. بفضل الله بميلاد السيد المسيح كمان، ميلاد حلب، ولدت حلب، ولدت سوريا من أول وجديد. كل عام وأنتم بخير جميعا، وإن شاء الله نلتقي على المحبة دائما إن شاء الله. شاشة الأخبارية السورية بنصر سوريا أكيد إن شاء الله أكيد. وفارس أهلا وسهلا شرفت، وأكيد الإعلام السوري دائما جاهز لدعم المواهب الشابة السورية الوطنية يلي بترفع الراس. بدنا نتشكرك كثير، نورتنا اليوم، أهلا وسهلا فيكم بحلب، أنتم كل أكيد العامل معكم كمان، أهلا وسهلا فيك.